يجب علي أن أوضح فكرة أو اثنين. الجزائريين العالقين بالخارج هم سواح جزائريين أو زائرين جزائريين لدول أجنبية، سواء للتداوي أو للسياحة أو لزيارات عائلية. وجدوا أنفسهم للأسف في هذا الظرف. الحكومة بذلت مجهود كبير والأرقام موجودة، وإن شاء الله بعد لما يسرى النقاش ممكن أعطيكم أرقام على الناس الذين أجلوا إلى الجزائر حتى يوم أمس أو قبل أمس من المغرب وفرنسا. الأرقام موجودة وفيه أرقام أيضا للجزائريين العالقين بالخارج. التكفل بمشاكل الجالية الجزائرية بأجملها من ناحية القنصلية ومن ناحية حقوقهم في الجزائر. وزيادة على هذا تطرقنا إلى إمكانية إدماج الكفاءات الجزائرية في المجهود الوطني لتطور البلاد.